فنيه نجيمة هتبدا بايه؟ بدايه المباراه، هبدا ببدايه المباراه وايه اللي ادى للزمالك السيطره الشوط الاول. حاجات كتير جدا، لكن الدوميننت والواضح او الغالب والظاهر جدا هو فرق في شكل الضغط ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي ادى الافضليه بعد اول خمس ست دقائق للزمالك من حيث الاستحواذ. ايه اللي خلى الزمالك بيستحوذ وايه اللي خلى الاهلي مش عارف يستحوذ ومش عارف يسترجع الكره؟ تعال نشوف لقطتين، واحده هنا واحده هنا، هوريك ده شكل الضغط بالمجموعه في الزمالك عامل ازاي وغلق زوايا التمرير، وشكل الضغط في الاهلي كان عامل ازاي، ضغط فردي من لعيب واحد فقط لا غير، عشان كده استنزف بدنيا تماما هو بيرسي تاو فقط لا غير، بقيه اللعيبه واقفه تماما بتروح لكن ما بتضغطش. لو اعرضه هنا يا شباب، بص ده راجع تاني، بص ده شكل الزمالك، ده شكل الزمالك غلق زوايا تمرير، اللعيب الوحيد اللي ظاهر في الصوره مقفول عليه، بقيه اللعيبه بص هيضطر اللعيب ده يفضل واخد الكوره لولا انه اتعامل معاه سوفت فاول، فاول خفيف قوي كانت الكوره دي هتقطع فين؟ في الثلث الاول من ملعب النادي الاهلي. بص يا كريم، الكل زوايا التمرير بالنسبه للاهلي مغلقه تماما، حتى دونجا هنا لما وهو طالع هو مراقب اللعيب اللي بيلعب ناحيه الشمال، بيراقب علي معلول عشان لو الراجل لف. بص هنا كل زوايا التمرير مغلقه تماما، الزمالك قافلها على الاهلي. تعال نشوف، ماشي بقى ماشي وهات لي بعديها بتاعه الاهلي على طول، ادي واحد، بص هنا، بص مين الوحيد اللي بيضغط، بص كمل اللعبه، ادي واحده بيرسي تاو ضغط، هات اللي بعديها وهجيب لك كل الالعاب اللي كان بيضغط فيها بيرسي تاو. بص وقفت لعيبه الاهلي، بص داخل يضغط، اتنين رايحين على واحد، بص اهو الراجل ده ضغط، بص بقى امام فين، حسين فين، حتى عمرو السلاق كلهم بعاد تماما، لعيبه الزمالك متحرره من الضغط، انت واقف في المكان طالع بعدد كبير جدا خمس لاعبين، لكن في النهايه انت طالع ضغط، ضغط سلبي ما عدا لعيب واحد كان بيضغط ضغط فردي. فشكل الضغط وسلبيه ضغط الاهلي وفعاليه ضغط الزمالك هي اللي خلت الايد الطوله للزمالك في الشوط الاول، وقادر انه يستلم باريحيه وقادر انه يروح لمناطق الخطوره باريحيه. ما قدرش يترجم ده، ما قدرش يوصل ده للجون، ما قدرش ينقل من مرحله تطوير الهجمه لمرحله انهاء الهجمه، لكن في النهايه هو ده اللي ادى للزمالك السيطره نوعا ما في الشوط الاول.